مثل ما بتعلموا طفلكم على قواعد الحياة، بتعلموه على الواجبات والمسؤوليات، بتعلموه الصح والغلط، كمان مهم كتير تعلموه كيف يفهم جسمه وأعضاء جسمه ونموه من مرحلة لمرحلة تانية وكيف يعرف يحافظ عليه. خصصوا كل يوم وقت مع طفلكم، احكوا معه عن نمو جسمه، كيف عم يتغير، فسروا له لأن هذا الشيء بيخلق له قلق إذا كيف هو بيكون عم يكبر، مهم كتير يفهم جسمه. حتى بلشوا من عمر سنتين مثلا، عرفوا الطفل على أعضاء جسمه من خلال قصص، صور، هن مخصصة صور علمية للأطفال بيكونوا عم بيساعدوه حتى يفهم حاله أكثر. علموا طفلكم إنه يقول لا، قولوا له مش مين ما كان بيقرب على جسمه، بهالطريقة بيقدر يحافظ عليه لو حتى أقرب الأشخاص لإله. ممنوع يدقروه ولا يدقروا أكيد الأماكن الحساسة أو يبوسوه، وبتطلبوا منه دغري يبلغكم إذا في حال حدا زعجه أو تحرش فيه، وبالتالي بتطلبوا منه هو كمان إنه ما يضايق حدا. أكيد مهم كتير كمان وقتا انتو تكونوا عم بتحمموا طفلكم تقولوا له يلا هلا صار دورك انت بتنظف الاماكن الحساسه، بتكونوا عم بتعلموه انه حتى انتو اهله هيدي البرايفسي تبعيت جسمه انتو ما بتقربوا عليها ابدا. وبعد الخمس سنوات خلص انتو ما بقى بتفوتوا مع طفلكم على الحمام، بصير هو بيكون عم بيتحمم لحاله. مهم كتير انه ما تتركوه مع مين ما كان بدون اشرافكم، حتى اقرب الاشخاص لالكم تقولوا له انه ما ينعزل مع حدا لحاله لانه ممكن اي حدا يمد ايده عليه او يكون عم يزعج له جسمه. اذا في حال حسيتوا طفلكم مزعوج، متضايق، خايف، قربوا احكوا معه، شوفوا بركي صاير معه شيء، شجعوه انه يحكي، شجعوه ما يخاف لانه ممكن المتحرش يلي قرب عليه وضايقه يهدده ويقول له ممنوع تحكي. انتو شجعوه، عززوا له ثقته بنفسه، قولوا له نحن حدك تنسمعك تنحميك تندافع عنك. ولو كان اقرب الاشخاص حتى بالعيله وصار في تحرش معين لطفلكم، فرجوه ان انتم ما سكتوا، انتم حدوا تتحموه، هيدا كمان كثير مهم. كمان لازم تردوا على كل تساؤلات طفلكم شو ما كان، حتى يسأل السؤال يعني هو مبلش يعاله، مبلش يفهمه، سامع أصحابه، أنتوا لازم تكونوا مرجعيته وتردوا عليه أحسن ما يروح يسأل الأشخاص الغرباء أو رفقاته ويفوتوه بمتاهات كبيرة. ما تخافوا، ما تخجلوا، ما تضحكوا، فيكن ببساطة تلجأوا لكتب علمية هي مخصصة لحسب كل عمر، أنتوا كيف تجاوبوا على أسئلة لطفلكم. إذا حسيتوا طفلكم مزعوج من شيء، ما عم بيقدر يعبر، حسيتوا في شيء مضايقه، عامل كبت، أو في أسئلة عم بيطلعها أنتم ما عم تعرفوا تجاوبوا عليها، ما تترددوا، لجأوا لمعالج نفسي ممكن يساعدكم ويساعد طفلكم بهذا الموضوع.